اثبت ان القراءات ما فيهاش جدل. انا النهارده على تويتر لقيت تويته لجريده الاتحاد الاماراتيه، وطبعا جريده الاتحاد الاماراتيه من اكبر واعرق المؤسسات الاعلاميه في الامارات، والوطن العربي نشرت طبعا وفي الوطن العربي، نشرت على تويتر عنوان مهم جدا: توقف عن الشكوى واصنع مستقبلك لتصبح مثلهم. بمعنى ان هي وضعت النادي الاهلي في تصنيف مع الريال والباير ككبار في عالم كره القدم. قالت تفاصيل كتيرة في هذه التويتة، لكن التويتة فيها فيديو مش هتكلم كتير. التويتة بالفيديو فيها شرح عملي أكبر من أي كلام ممكن يتقال، لأن الشعبية والجماهيرية، لو في شعبية زائفة البعض بيحاول يصورها، الفيديو ده أعتقد فيديو للتاريخ. نطلع نشوف هذا الفيديو المخصص واللي معمول من جريدة الاتحاد الإماراتية بشكل محترف جدا، وعنوانه: عشان تتوقف عن الشكوى وتصبح مستقبلك مستقبل باهر ومستقبل جيد، ازاي تصنعه بايدك من خلال هذا الفيديو. نتابع. وفرحة كبيرة مان يونايتد، جماهير الرجاء تواصل ابداعها في المدرب. عزيزي المنافس، توقف عن الشكوى واصنع مستقبلك لتصبح مثلهم. النادي الأهلي، نادي ريال مدريد، نادي بايرن ميونخ، نادي الهلال السعودي، نادي الترجي التونسي، هذه الأندية القمم الكروية الكبيرة سواء في الوطن العربي وسواء موجودة حتى في المستوى الأوروبي والمستوى العالمي. اصنع كوادر إدارية، اصنع كوادر رياضية تصبح مثلهم. النادي الأهلي مؤسسة رياضية على أعلى مستوى، من خلال قرارات ومن خلال تاريخ ومن خلال منظومة إدارية كبيرة جدا عبر الأزمنة صنعت هذا المجد وهذا التاريخ. وفي النهاية المؤسسات الإعلامية اللي بتعمل بشكل محترف زي جريدة الاتحاد الإماراتية، طبعا من أكبر المؤسسات الإعلامية في الإمارات وفي الوطن العربي، لخصت كل ده في دقيقة ونص ووصفت المشهد بهذا الشكل. ممكن تثير الجدل حول بعض الأمور التحكيمية، ممكن تثير الجدل حول بعض الأندية الجماهيرية والأندية الشعبية في بعض النقاط اللي البعض بيشوفها سلبية، لكن في النهاية هذا الفيديو كاشف لنقاط عديدة جدا. وفي النهاية مكانة الأهلي من خلال هذا الطرح مع الأندية الكبيرة الريال، الباير، حتى على المستوى العربي في مكانة مع الهلال السعودي أو حتى الترجي التونسي.